مساء الخير. مساء النور. كيفك استاذ خميس؟ حياك الله يا اهلا وسهلا. تفضل، شو المفاجأة هي؟ ان شاء الله بس ما اكون ازعجتك. لا لا بالعكس. يا الله، انا قاعد لحالي وطالع روحي. خير؟ شوفي كل خير. كنت تمشي روحي طاقة، ضايق خلقي، ما حسيت حالي غير اني عندك. قلبك دليلك، الظاهر ان مشوار عمان ما زبط. سماهم في وجوههم، عندهم باب وعند ربك ألف باب. وكلها لربك وقول يا كريم. وهي على باب الكريم، كنت عند تهاني. أيوة، شكلكم متهاوشين. شو زعلتك بإشي؟ لا، الظاهر أني صاير حساس زيادة عن اللزوم وروحي على رأس خشم. أمر طبيعي، أنت تمر بمرحلة ما هي مستقرة. وين سونيا؟ أنا ما شفتها اليوم. عندها امتحانات، خليها مركزة على دراستها. قولي شو صار في اجتماع الحزب؟ عادي، كلام عام. مالك انت مش ولا بد؟ شو في؟ معروض علي مشروع كبير، بس مش عارف. بس ايش؟ المشروع يعني مش مضمون؟ لا لا لا، مضمون، بس بده فلوس كثيرة وأنا ما معي. كل زملائي حاسبين من رجال الملايين، أنا ما حيلتي إلا راتبي حتى البيت بالأجر. يا حسرت علينا. بس إيش يعني؟ بدك تترك المشروع يضيع من إيدك؟ لازم ألاقي حل. أنا مليت من التدريس ومن الجامعات والطلاب، ولازم ألاقي حل. طيب شو بدك تعمل؟ معقول يعني تقدر تاخد قرض من البنك؟ هو في بنك بيسلفني 250,000 بدون ضمانات. والحل؟ ايش اللي بدور براسك؟ ما في الا الحنة، هي اللي بتحلي مشاكلي. الحنة؟ والحنة شو فيها غير وجع الراس والمشاكل؟ الحنة فيها الارض يا فاتن، الارض. يا ولد، ما ودي مشاكل مع عمك، احنا خوتنا ينضرب بها المثل. عفا عليك يبا، معقول يعني أنا ساوي مشاكل بينك وبين عمي لا سمح الله؟ بعدين أنت تطمن يبا، تطمن، ترى اتفقت أنا وعمي على كل شيء. على إيش اتفقتوا؟ هذا يبا عمي قال ما عندي مانع أبد، ازرع المارس مقبل مثل ما ودك، وبالنهاية التكاليف تندفع النص بالنص. يعني هذا رأيه؟ إيه يبا، إيه إيه، يعني مثل ما تقول عشان الأرض تنشغل مع بعضها البعض، وبعدين هو ياخذ الجاله اللي يناسبه، وهذه ما بيها اي مشكله. زين، هذا راي زين. وانت على ايش نويت؟ يبا من باكر الصبح مع فجت الضوء طب بظهر البكم واسرع السوق، ودي اشتري غراس من كل نوع، زيتون وخوخ دراق وتفاح وعنب، ودي ازرع المارس زراعه شنو، ودي اخليه جخه فرجه كل اهل الحنه تفرج عليه. نقي الشتل طيب أبوي، ترى في شتل زيتون نبالي مكفول. أفا عليك يبا، لا توصي حريص. مساكم الله بالخير. حي الله مجافي. هلا هلا يا حيو. هلا، هذا أنا مشيت لك الدخلة اللي ودك إياها مشان أخلص من شرك. أي عافية عافية ولد عمي، ما أنا قلت لك ملو الكرسي. الله يعطيك العافية يا مجافي. الله يعافيك يا أبو مقبل. قول لي، ومتى إن شاء الله على خير ودكم تباشروا بالشغل قدام الدار؟ إن شاء الله بقرب فرصة، المهم القرار صدر. خلاص، والقرار من عندي صدر خريف على قد القعدة. لا عاد هيك، مو عاجبك شغل الأرض وصاير تدور وظايف يا سيد غالب؟ مو أنت اللي حبيت الأرض وحبيت الشغل بيها؟ وش اللي جد عليك ها؟ كرهتوني بالأرض يبا، كرهتوني بالأرض، قلتولي بالأول امسك المزرعة دير بالك عليها، نجوزك نعمر لك. لد على وضعي يبا، لد على وضعي، أسقط واحد بالحنة وضعه أحسن من وضعي. وعلى محالك، هذا أنت قاعد تشتغل برزقك، وأخوك يشتغل معاك لما يكون موجود. وبلك على موسم الزيتون جوزناك وخلصنا منك. لدوا على حالتي، رجل عريض وطويل وامشي بالشارع ما معي اللي ترن. ودك تقول لي أتجوز؟ متى أتجوز يبا؟ وبعد ما أتجوز ودك تقعد تصرف علي؟ غالب يمه، تسكن لك سنة عندنا، تأكلوا معنا،
وانت بأرضك لما الله يفرجها. أمك معها حق. اليوم ما في بنت تتجوز وتسكن مع عيلة. الساعة تهاني أم القمل ودها دار من حالها. آخر زمن يوبا، أنا ودي دار، ودي أتجوز، ودي وظيفة أصرف من وراها، وحابس أيدني بهذا الموضوع. لا يابا، أنا مالي دخل، مالي دخل أنا. أسمع أنت، ترى كل المشاكل منك. قم قم اقرأ على دروسك امش. يابا أنا لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم. ما شاء الله، وش هذا؟ متفقين علي يا ولد؟ يابا الظاهر أنه اللي طالب حقه بهالدار تنقل قيمته. حقه؟ حق إيش؟ أسمع، أنت مالك عقوق عندي، لأنت أخوي تقاسمني ولا أبوي تحاسبني، واللي تقدر عليه ساويه، ما أنا بحال واحد منكم. قم. الظاهر أنه اللي يتعب بهالدار تنقل قيمته وماله احترام. امش. أنت علامك على العيال، ما هو ناقص غير تطردهم من الدار. إي ما أنت سمعتيهم. وبعدين أسمعي، ترى طردتهم من الدار وانت معاهم مثل قولت السلام عليكم عندي. مالك دخل ها؟ انت نازل انك بكره بدك تتجوز؟ يعني لازمك دار ومصاريف؟ يا غالب انا جسمي محترم من الضرب، وبعدين طلعني من مشاكلك مع ابويا. حابس، انا ادري زين، اذا تجوزت وسكنت بهذا الدار مالي طالعه منها، ابوي وانا اعرفه. بدك الصحيح؟ فاجأتني، موقفك كان كثير صلب. بصراحه اتفاجأت فيك. شو الفايدة؟ لا خذيت معه حق ولا باطل. لا تستسلم وخليك ضاغط بكل قوتك، وبعدين شوفيها لو باع 3-4 دونومات يبحبحنا شوي. أخ لو يسمعك غير ياكلك بسنون. ما كل الناس بيعت أراضيها وجوزت عيالها وبنت دور إلا أبوك، بعده على الدقة القديمة. أخ. عماني يا مبعدش عمّة، يا مقربش على حناتيري، اليوم الحنتو. هلا بالحامل والمحمول. محيش شوي شوي يا رجل، الشاي حامي. ما يفرق عندي، حامي بارد كله لاحق بعضه. اليوم مجخدمة معي. علامك اليوم مزهزه. مو مزهزه، مكشخم بخاطرك. ترى اليوم ما هو صري، بي وراه سالفة. الله يستر. يلا يا ماما عشان تلحقي دوام الجامعة، الساعة صارت 8. بعد اللي صار ما رح أقدر أروح الجامعة. يا ماما يا حبيبتي، هو شو اللي صار؟ صدقيني ما صار أي إشي. بعدين إذا أبوه ضربه بكون ضربه على إشي تاني. ماما إذا البابا ما اعتذر لحابس ما رح أروح الجامعة. طيب يا ستي بلاش الجامعة، تعالي افطري كلي لك لقمة. انت من امبارح ما اكلتي، شوفي وجهك كيف اصفر مثل الليمونة. مش جاي عبالي. الله يقطع حابس والساعة اللي عرفتي فيها. يا ماما صحتك اهم من الدنيا. ما تخافي، لما احس حالي جوعاني بروح على المطبخ، ما رح اموت من الجوع. بعيد الشر عنك حبيبتي. كتير خايفة علي. تفضلي يا ستي، عصير نخب أول فائق الجودة، شو بتحبي؟ بشوفك رايق اليوم. وراح أظل فايق ورايق ما دام ما شفت سونيا. حرام عليك، سونيا بنت كويسة. بعرف، بس أنا شفت الموت بعيوني من وراها. سونيا ما إلها دم، حكت لي كل شي صار بينها وبين أمها. كويس إني ما رحت عدارها، ولا كان صرت من صيد أمس. بس بتعرف إن سونيا ما إجت اليوم؟ غابت عن المحاضرة الصباحية، وهي مش من عوايدها. انت بتستني ناس؟ راقبتك التوحت وانت تتفرج على الباب. لا ابدا، ما في شيء. يمكن. حابس عن اذنك بدي اشوف خميس، في موضوع بينه وبينه ولازم نحل. انا ايقع، هي وصلت الحقها على الجامعة؟ لا هاي الأمور خربانة، وأنا قاعد مثل الأطرش والزفة. إطاف، أنا ما أدري شو أشكرك، يعني من غير ما أحكي لك دورتي لي على وظيفة، وهذا شعور نبيل منك. أنا مش بحاجة إنك تشكرني، أنا بيهمني إنك تشتغل
تشوف مستقبلك. وفكرك الوظيفة مضمونة؟ طبعا مضمون. اليوم حكت لي صاحبتي انه ابوها موافق ولازم تمر علينا. تفضل، هذا عنوان المكتب وتليفونه. صحيح عطاف، انا ما ادري شو بدي اقول لك. انا ما شفت مثلك في بنات الحنة، وانا ما شفت شاب مثلك بالحنة. قصدي فكرك وثقافتك، واللي مثلك استاهل كل خير. اعذريني يا عطاف، الظاهر اني ما كنت شايف زين. وهسه شفت زين وحسيت. وبعدين معك، انت بدك تضيع الوقت بالحكي؟ يلا تفضل روح على المكتب قبل ما يسكر. اوكي، بس اشوفك اليوم العصر على الطريق. خليها للصدفه. مع السلامه. الله يسلمك. خير يا تهاني، ارسلتي وراي عسى ما شاء. ما في غير كل الخير. لا تواخذيني يا خيتي، ترى انا صايره مثل الشناره الجافله، اخاف من اي طقه. وليش تخافي؟ الخوف ما هو زين. ما انت شايفه يا تهاني، الدنيا ما عليها امان، وشفتي وش صار بحالنا انا ومجاهد. وكليها لربك. والنعم بالله، كل اغراض الدار نجيب هندين، ومجاهد عطال بطال، معي يشتغل. على سيرتي الشغل، انا ارسلت وراك اليوم لاني رحت على مديريه التربيه علشان يجيبوا لنا ادنه بدل اللي انتقلت، بس هم قالوا لي انه ما في وحده حابه تيجي لانه الحنه بعيده، وسالوني اذا في وحده من اهل الحنه حابه تقدم طلب. ها شو قلتي؟ يا ريت. بس بس ايش؟ هذه فرصه ما تيجي كل يوم، استغل الفرصة قبل ما ينتقل الخبر بنسوان الحنة وتضيع عليكي. أنا موافقة وأتمنى، بس عاد مجاهد أخاف ما يوافق. وليه ما يوافق؟ مش بكفي إنه قاعد من غير شغل؟ اسمعي، أنا بقول تقدمي طلب هسا من غير ما يعرف، ولما تتعيني بنلاقي لها ألف حل. خلص، وهي عند قولك. أيوة، قوي قلبك ولا تخافي. بس انا عاد ما اقدر اروح العمان من حالي، ما اعرف. ما عليك، انا بروح معك. بس لا تنسي تجيبي معك دفتر العيله. الدفتر موجود، بس عاد الله يستر واقدر امزط من وجه مجاهد يومها. يا صالح، اللي مثلنا ما له غنوه عن الحلال. تدري انا اشتريت هالكم راس مشان اتسلى بيهن. عاد حمد الله معه حق، ترك الحنة وبلش بالحلة. اي بس عادة حمد الله عنده شلايا غنم كثيرة تستاهل الرحيل والنزيل. ما هو بعد شلايا اخوه ابو مجاهد اللي ضيعهن مع الارض. ابو مجاهد الله يرحمه كان يشتغل على غير عقل، كان يكرم ويذبح للي يسوى واللي ما يسوى. لمنه الله يسامحه، الله يسامحه يا ويل الجنة مات مديون. هذه الدنيا ما تدوم على حال. أقول يا صالح، من تخابر اللي عنده تبن بالبلد؟ ودي شوي تبل هالحلالات يا أخوي. الخير بوجهك، هذا اللي عنده تبن لفلا حاله يا شاكر. هو شاكر صاير تاجر تبن؟ إيه. هلا والمهلي. حي الله أبو غالب. حي الله أبو غالب. طال عمره. مبروك الحلال، سمعت انك شاري حلال. الله يبارك بعمرك. انا سألت اذا في حد بالبلد عنده تبن وقالوا لي انه عندك. اي صحيح، اشتريت نقله للمعزه اللي عندي ومهن للبيع، بس ما يغلن عليك. تسلم يا اخوي، انا ودي خيشتين وربحك عليهم. ودي ناس للمخزن ياخذهن وبراس مالهن. مكثور الخير يا ابو غالب. يلا بخاطركم. مع السلامة. مع السلامة. امان الله. المرة هاي ما هي صدفة. طمني،
سبع ولا ضبع؟ أكيد سبع. الرجال من أول ما قابلني احترمني، وأعتقد أنه أعجب فيني وعيني على طول. من بكرة راح أستلم الشغل. مبروك، ألف ألف مبروك، استاهل كل خير. الله يبارك فيكي. أنا من روحت من عمان وأنا قاعد مستني، حبيت تكوني أول واحدة تعرف، لأنه فضلي لك. معناته احفظ هاللطش يا أستاذ خميس. بسيطة بسيطة يا بنت نايفة. صراحة الواحد من زمان ما ضحك من قلبه. ترى نحن نسينا حالنا، احنا بنحلم. معك حق. اسمع، خليني اروح حاسة قبل ما يشوفنا حدا ويسوي لنا اياها قصة. يلا مع السلامة. انت منقي الاحجار الكبيره من الارض؟ ربي ما انطاني غير يدين ثنتين، يعني اقطع حالي. عساك تعدمهن الثنتين. شغلك صاير بالارض مصالحه، كانه هذه الارض ما هي ارضكم. يبا هذا شغلي، ما عجبك ما عجبك، مو ما عجبك جيب عمال غيري. يا ولد شلون ترد علي هيك؟ ودك امرمغ خشومك بالتراب مثل حابس؟ يا غالب هذا انت العاقل وترد علي هالشكل؟ معناته حابس ما عليه لوم. ودك الصحيح يبا، حابس ما يلام، حابس حاسبها زين. يبا هذا رضمه جايبة تعبها، احنا عليها بس حراس وبس. هذا مو هو كلامك يا ولد، بيناس يلعب براسك. اسمع، اذا تهاني مهي عاجبتها عيشتنا الله يسهل عليها. الحنة مليانة بنات، ولا عشانها معلمة مدرسة شايفة حالها علينا؟ يبا يبا احنا ليه نرمي كل شيء على تهاني؟ لا عاد خلك لما نبنى لك بيت وعمرك لا تجوزت. من ساعة ما روحت وانت حاطط هالملفات، شو ارتاح لك شوي؟ قربت اخلص، قربت اخلص. انت ليش تركت المكتب واجيت هون؟ زهقت قاعدة المكاتب. تعرف يا فاتن، انا ماشي في مشروع اذا زبط معي بغير لي مجرى حياتي كلها. إن شاء الله. من تمك لباب السماء. سونيا وين؟ بصراحة بنتك رح تجنني. آه أنا حاس إنه في عندك حكي. يعني إحنا تسرعنا وإنت ما كان لازم تروح تنبه على شاكر. لك صحيح، أنا اليوم اتذكرت الموضوع، خاصة مع وجود المشروع الجديد. تدري يا ابو مقبل، بالعون ان شغلتك لها لكم راس ممتازه، يعني سعرهن وسنهن مناسب. كلهن رباعيات وثنايا، نقيتهن من بين 100 راس واشتريت لهن خيشتين تبن من عند شاكر، ودي مقبل يجيبهن بالبيك اب. ولويش تروح لشاكر؟ ليه ما قلت لي؟ مري عندي خيشتين مقروطات بالمخزن، صار لهن من العام الماضي. اخذهن يا اخوي اخذهن، يلزمني بعد. وش السيارة هذه؟ هذه السيارة ما هي من الحنة. هذا مجاهد اللي يسوق ولا أنا غلطان؟ إيه مجاهد ما غيره. مجاهد؟ ول 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 مجاهد صار مشتري سيارة؟ هذا اسمه هبال، خذ التعويض من هان واشترى السيارة من هان. أسعد أشرونا منه. مقبل ما قالك عن الأرض اللي بالمقطع؟ قال لي عن اللي اتفقتوا عليه
وانا موافق عليه واقول لكم مبروك. الله يبارك بيك يا اخوي، الله يبارك بيك. طب وليش ما حكيتي لي من اول؟ خلتيني اروح عليهم واقلب الدنيا فوق روسهم، وانت اللي مألف الموضوع. اسمع، لا تحمل المسؤوليه مثل بنتك، انا من خوفي عليها عملت هيك. فاتن، انا هسع بحاجه رضا شاكر واولاده، اذا وقفوا بوجهي ضاع مشروعي. يعني انت ما في راسك الا المشروع؟ بعدين هم شو دخلهم في المشروع؟ الارض، الارض يا فاتن. المهم مالها سونيا؟ سونيا زعلانه، راسها والف سيف ما بتروح على الجامعه الا اذا رحت انت شخصيا واعتذرت لحضره حابس بيك. والله عالي يا ست فاتن، انت بتخططي وانا بتحمل النتائج. يعني البنت اليوم ما راحت على الجامعه. ما انت عارف راسها مثل الصوان، طالعه لاهل الحنه. بسيطه بسيطه، مشان سونيا ومشان المشروع بروح وبصلح الموضوع. شو رأيك بالسيارة؟ من وين جبت المصاري؟ ما هو ناقصنا مشاكل؟ ما في مشاكل يا حليمة، هالحين مجاهد جديد طخ. أقول لك من وين جبت المصاري؟ ضايل براسي تالي عقل، لا تطير لي ياهن. لا ترفعي صوتك وتنقي فوق راسي، اشتريتها خلص، اشتريتها وخلص من مصاري التعويضات. ويش؟ علامش أنت؟ من وين؟ من مصاري التعويضات. مصاري التعويضات؟ ها شايف لعب. من وين بدنا نعيش؟ إيه؟ شلون بدنا ناكل؟ لسه لو اشتريت بكم ولا تركتك على شوى؟ تركتر؟ انا اركب تركتر يا حليمه، ودك انا اركب تركتر ولا انا اركب تركتر؟ ايه ظل مصاري من التعويض؟ لا ما ظل مصاري؟ لا اشتريت كل بس يا ركاش اخشمها كتيت. يا ويلي يا ويلي، الحقوني يا ناس تفرجوا على حظي، امشي على ضيع مصاري التعويض. يا ويلي يا شقاني يا ابو يا شقاني تمرجن على حليمة اللي صابرة عليك يا رجل. هذه وجهها يقطع الرزقة، وجهها وجه فقر. بس فوتي جوا، كفينا فضايح بين الناس. ما ودي افوت، خليني صار التعويض. ما ودي افوت يا ويلي على حظي. يا ويلي حط عقلك بعقل حليمة يا رجل. ما ودي اركب سيارة، حر انا ودي اشتري سيارة. اي هذه السيارة هي سبب المشكلة؟ هذه ما هي سبب المشكلة، أنا سيارة ودي أركب سيارة يا عالم. وأنت تفكر إن السيارة تصرف عليك؟ هذه ودها من يصرف عليها؟ عمي لما أطفر وما يكون معاي نيرة حق البنزين وأدق عليك باب دارك لا تعطينا النيرة، ما حدا له بيا. ها هذا هو رأيك؟ هذا رأيي. زين يا مجاهد خاطرك. أي ودي أقطعها تقطع. خلنا نتناول الثانية. عمي علامة، بدي أسألك عن هالواحد لأنه عارفك تروزر جان زين. يا فعليك اسأل ودك إياه، أنا الأصل من الد بعيون الواحد هيك أعرفه فوقاني تحتاني. منو هذا اللي تسأل عنه؟ خميس رئيس النادي. اسقط يا الصاقط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رجل يا رجل، هذا خميس لو أحطه بسوق الحلال كله على بعضه هيك ما يجيب قرش ونص. لكن ما قلت لي يا حابس تسأل عنه لو ايش؟ لا ولا ايش، بس احتمال نغير رئيس النادي. على انك جبتها، ترى هذا مو تغيره بس، لا بالله اقلعه من شروش وكبه برا، هذا ما ينفع. قلت لك سقيطه ساقط، هو الحنة ناقصها عجيان يلعب بالفطبل بلا نادي بلا اقول لك خلي بالتبانيه ثانيه وفكك من الموضوع كله. تعال مش معقول، سونيا حبيبتي زعلانة وأنا أبوها معيش خبر؟
يعني هامك زعلي؟ طبعا يا بابا بهمني، وانا اللي في الدنيا غيرك. طب ليه زعلت ابن عمي؟ وعشان ابن عمك؟ خلص ولا يهمك، بكرة بروح عليه وبصلحه وبصلح أبوه كمان. وماما؟ وماما كمان موافقة. يلا ابتسمي اسمي، خلينا نشوف ابتسامة سونيا الحلوة. أيوة هيك. طيب ونفسي أروح الحنة كمان؟ لا بابا هاي المرة بلاش، لكن بوعدك أخذك المرة الثانية. بس احكي لماما تسمح لي أعزم حارس عنها. بس هيك يا بابا ولا يهمك، انا موافق. خلص عزمي بس قومي تغدي هسه، عندي مش حمل جوع يا بابا. قومي قومي يلا. اشتريت الشتل؟ اي والله يبا، قاولت على الشتل كله، وبكره ان شاء الله يكون بقطعه الارض. يلا ارخص لي يبا وروح انام اتريح. عم هلك خير. انا ما صدقت بالله انه الناس يطلعوا، ودي اسولف انا وياك. خير يبا، في شيء؟ انا من اول مالي خاطر بتعليم عطاف، لكن عادي يوم اني شفتك مشفق عليها سكتت. البنت يا ولدي ما الها بعد الثانويه الا الدار. يبا الفار بلش يلعب بعبي، وش فيه يحكي؟ اليوم وانا جاي من عند الشياه وانها واقفه مع خميس، خميس هي الفطبل ابو شرايط؟ اي خميس اللي ما غيره. بنتك فاتحت لي ديوان معه بالشارع. يبا يوم انها فاتحه ديوان بالشارع شفتها، ليه ما ذبحتها وشربت من دمها؟ ما ودها ذبح. احنا بقرية؟ ما ودنا سالفة يا بنت. قولي لمج تنبه على البنت من الجامعة للدار وما تحكي مع حدا، واصحى دير بالك تسوي لك سالفة اللي تطلع حسنا ولا تطلع ريحتنا بين الناس. ها بسيطة بسيطة يا خميس. لا 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 يا ولدي، بالعقل. وانا خاف الله انه وقف معها يعني يسألها عن شيء. معليش يا ما، معليش، تفكر ما عندي عقل؟ الحين أنا جرب العقل وراقبهم، وإن شفت هالشي تكرر ساعتها لكل حادث حديث. معليش يا ما، مثل ما ودك. المشكلة أنه كانت قاعدة معي وعقلها برا، تتلفت يمين وشمال، أول ما شافت خميس انقلب كيانها. ترى شو سوت فيه؟ هل قلت لي عنها شوف راحت معه؟ أكيد بينهم إشي واضحة. طيب يا أخي بلكي معجبها خميس. كيف معجبها؟ وأنا شو مالني؟ أنت ما شاء الله عليك كامل مكمل، بس هي اللي من عمية. أيوة هي من عمية، من عمية. ودك الصحيح حابس ولا تزعل مني؟ هذه عطاف أنا ما أعطيها، يعني أشوفها شايفة حالها متكبرة، انساه. لا إيه اسكت صوتك، هسه الختيار اسمعنا. مش قادر. المهم شو صار معك أنت؟ شو تصير معي؟ هذا أبوك ما تقدر تأخذ منه لا حق ولا باطل. يعني استسلمت؟ لا يا حابس ما استسلمت. الصحيح أنا لازم أعتمد على حالي، يعني لازم اشتغل. اقول لك جيزه بلا دار ما ودي اياها، حتى لو ظل عزابي طول عمري. خليك على موقفك الثابت. غيري على العربي يما، هذول يحكوا ما نفهم عليهم اشي. يما انا افهم عليهم، بدي اتفرج على المسلسل العربي. يما هي الريموت وغيري على القناه اللي بدك اياها. هذا اللي علمتك اياه الجامعه. يا ميت هلا، اتعشيت ولا اسوي لك عشاء؟ شايف هالي تشرش من كثر العشيات، كثر المناسب باطل قدامي، يعني ما ظل الايام هذه حدا عشي. قومي ساوي العشاء. قومي تقدر تستنى شوي بس لما يخلص المسلسل. نايفة ان ما قمت تساوي عشاء الحين
اسوي لك مسلسل اول بالحنه واخره بنص عمان، اكسر التلفزيون هذا على راسك. قومي. ويل ويل هذا حميانه معاك. قومي. الا تقل بطرج. يا عطاف يبا تعال 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 فكك من امك. هذه سوالف انا وامك ما شو بدي اقول؟ يبا الله يرضى عليك. شلون جامعتك؟ يعني عساك مرتاحه، ناقصك شيء، ودك كتب، ودك مصاري، ابشري وانا ابوك. طمن يابا، بالنسبه للجامعه ممتازه. بعدين لا تخاف على بنتك، تراها تعجبك. اي عافيه عليك. نشميه طالعه لامك. شو بدي اقول يبا؟ المخوذ اللي عندنا هذا بالحنه اللي يجمعوا بيه الشباب على الفوتبول، النادي شلون؟ النادي كويس يابا، وبعدين سوى اسم للحنه، بيكفي انه جمع الشباب مع بعض. بعدين خميس شب فهمان وشب متعلم يابا. ايه متعلم. العشاء يا مره. هاي هذول العيال طلباتهم زادت. حابس وده نارتين كل يوم الصبح، وغالب وده جيزة ودار. تعشى هسه، هذا هم العيال ما يخلص. صدقيني إن أبلع اللقمة غصب عني وبالزور. الزيتون انضرب والعدس ما يجيب سعر، يعني يا الله يا الله نطلع مصروف الدار. وكلها على الله. لا إله إلا الله. بكرة تفرج. اليوم يا بنت الناس بناية الدار وتأثيثها ودها كوم مصاري، هذا غير العرس وطقطيقه. بس عاد غالب تعب ويستاهل، أخاف يزعل ويبطل يرد علينا. الحمد لله. كمل يا ابن الحلال. ما كليت؟ قيمي ما ظل اللي نفس. بكره يفرجها الله، ما بعد الضيق الا الفرج. مثل ما وعدتني بابا. ان شاء الله اليوم بس اخلص شغلي بروح على الحمنه وببوس راس حابس كمان. شكرا يا احلى بابا. طب يلا مشان تلحقي محاضرتك وانا الحق محاضرتي. اوكي يلا باي. مع السلامه. بلالم بلالم مشان ابط شب مجافي. ايوه ودي اخليك عروس مشان اللي يشوفك يعرف قيمة صاحبك. وين ناكزة يا مرأة هالصبح؟ وين يعني؟ عالدكانه، الدار ما بيها ولا كسرة خبز. روحي روحها بلا رجعة. ما تجوزت عليك ولا لوش. هسه اقدر اسوقك وانا مكشخر. حولوا حولوا حول يا ولد، لفوا علي. جاي جاي ابوي جاي، قلطوا عندي جاي. يلا حيهم، يلا حي الشباب، يلا حي الجدعاني. والله يبا لد بحره هيك، لدوا 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 هيك. هذا المارس
ودي اياك وشنهو تقلبوه قلابه فوقاني تحتاني، ودي الربه من تحا تقلعوها وتطلعوها فوق، ودي اياه اشوفه هيك اسويه جخه فرجب الحنه كلها ما صار مثلها مزرعه. زين حاضر يا بيه. تسلم 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 يا جدع، انت من الجدعان. بعدين اسمعوا، مو هو تصيروا تبحشوا حي الله، ودي تبحشوا الجور الجور شان الزيتون على المسطره، تفحج فحج هيك فحجه كامله، مو تسوي لي هيك مثل عويله صغار، فحجه كامله هيك وعلى المسطره دوز دغري. ماشي حاضر يا بيه. يلا من هان. بعدين اسمعوا، ترى عموه قط علي جاي، ماني فاضي لكم الصبح اذبح صوص والظهر هات بيض واذبح، ما في تسحبوا من حالكم. من هان في تكانه بنص الحنه مكتوب عليها تكانه الحنه، هذا العم مفضي، تروحوا عنده قولوا يا موتكم اي شيء، تروحوا عنده قولوا له حنا زلم مقبل. من هو زلم؟ من هو مقبل؟ مقبل مو مقبل، مقبل زلم مقبل. قولوا له ايوه عشت، قولوا له ودنا خذ من عنده سمنه سكر تتن اذا ودكم، سردين طن بيض اللي ودكم اياه خذوه من عنده، وبس تاخذوا الاغراض قولوا سجل على التفتر لما يجيك مقبل. ماشي شكرين يا بيه. يلا حيك يا بيه، من هان على المزرعه ابوي. يلا اقلبوها قلابها، والله نكست بعد ساعه وما لقيتكم بحشر 15 جوره غير ابحش به ظهورك وجور لما تدوخوا. عطاف يا عطاف، انت ليش تتهرب من الاجابه؟ اي اجابه؟ ما انا قلت لك كنت وسط خير بشغلي لخميس. معناه في علاقة بينكم؟ حابس، أرجوك ما تحكي معي بهالأسلوب هذا. أنا آسف، مرات التعبير بيخوني. أنت بتعرف قديش أنا بعزك وبحترمك وبعتبرك أعز صديق بالنسبة إلي، لا تخليني أغير فكرتي فيك. أنا مستغرب فجأة تحكي معه بالطريق وبعديها بيجي على الجامعة. على كل حال أنا رح أعتبر تدخلك في شؤوني الشخصية خوف علي وبشكرك عليه. وبعدين هي سونيا إجت. أنا بدي أنفذ بجلدي. سلام. هاي. أهلين سونيا، وين ما شفتك مبارح؟ كنت تعبان شوي، حابس راح لأنه شافني صح؟ لا صدقيني حابس كان متضايق شوي، وبعدين حابس أنا بعرفه صدقيني قلبه مثل الولد الصغير. وأنا حاسة في هالإشي، بس بابا اليوم راح الحنة عشان يعتذر لعمي ولحابس كمان. تحكي جد؟ هذا أحلى خبر سمعته. تعالي أشربك فنجان قهوة. أوكي. هذا الكبير، هذا السيدي كبير كبير. هسع صار تفتر الشيكات بجيبتي. يا عيني عليك يا كبير، هسع طال عمرك الخطوة الثانية. الخطوة الثانية كالتالي، بدك تروح تسحب المصاري اللي لك في البنك. عشان ايش؟ عشان نروح نعيش حياتنا كبيرة، يعني نهيص. طيب لويش نسحبهن؟ ما احنا حطيناهن هسا، لويش حطيناهن؟ كان مسح ما كان خليناهن بجيبتنا، كان خليناهن بجيبتنا. وانا هسا بقول لك ليش حطيناهن. احنا حطيناهن عشان نأخذ دفتر الشيكات. ما تخافش. خلي عشان نأخذ دفتر الشيكات اللي في جيبتك. هذا هو اسمه دفتر السعادة. دفتر إيش؟ السعادة. دفتر السعادة هذا هو المهم يا كبير، هذا أهم إشي بشغلتنا. يا أخوي أنا ودي شغل، ودي قروش، ودي أشتغل، ودي أشتغل شيخ. كبير مدام هذا في جيبتك، هيو مدام دفتر الشيكات في جيبتك، أنا راح أعلمك على أصول الصنعة، راح أخليك تشتغل تشتري وتبيع تشتري وتبيع. الله. مدام هذا معك. شيخ. نعم. طال عمرك كل رأس مال، كل رأس مال المسألة ورقة شيك وجرد قلم. جرد إيش؟ جرد قلم. فكرك جرد القلم هذه بتفيد؟ لا يا كبير، شو تفيد؟ بدأت في دوت في دوت في. اسمع من أخوك، بعدين طال عمرك أنت بتشتغل مع واحد اسمه إيش؟ ربحي. يعني خليك مع ربحي وتوكل على الله. والله إنك صادق، إذا أنت اسمك ربحي لازم نربح. طال عمرك وراي. ولا عمرك بوسة. طال عمرك كبير. عشت عشت كبير. بطل طال عمرك أنت بالأول سيدي. شاكر شاكر أبو غالي، عاشت الأسامي والله. تعيش. أي عندك أول هذا بداية ما فتحت حساب
خمس نيرة طيب وبيجيك نيرة وخمس وسبعين قرش قديه بصير هاي ضبط يحس في الحال وحرم وما في قبل وشي والخمسة والسبعة وستة ونيرة وربع مئتان وخمسون قرش هاي بصير قديه خيو قول ثمانية متوكد أنا مو عشان أنا عشانك أنت يا رجل أخربط معك لا أنا بالنسبة للخسانة وش بدك عشان هاي سبعة أيوة وبيجيك هاي سبعة هذول صغار وبيجيك ثلاثة هذول أبدا كرتي واحدة هاي عشرة الربع ما ودنا إياه منك الحساب الجديد مع القديم عشر ليرات خيو يلا عشر ليرات مقدور عليهن عشت هاي ودك تدفع نشطب لا 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 ما انا دافع هسا قل لي شفت اليوم بعمال بالمارس اللي بالمقطاع هذا هو يا اخوي ابن اخوي مقبل بده يزرع ارضهم شجر واي قسم له هو ماله شيء الملك لله ثم لاخوي زعل صحيح ودي اقول من الصبح بيضل يودر علي عمال قال شو هات وسجل على الدفتر هات وسجل على الدفتر ابن اخوك بعدنا يلا يا مفضي ما اسمه غير ولد اخوك خاطرك وين وغراضك اي والله الواحد ما ضل معه ذهن إيه؟ يلا خاطرك مو من حسبتك ابا شاكر خرفت مثل ما صار مع جدي اولها عطاف روحي على السيارة يبا دلعي على السيارة حاضر يبا كل شيء اسمح لي بالدنيا هذا اللي شفته بسيطة يا خميس بسيطة ورتنا الله يستر يا ستار هذا وش وده جاي علينا فوت جاي يا جابر فوت جاي جيتك قوك قويت كيف حالك؟ الحمد لله أشوفك هالمرة ما طولت بعمان أنا لو اليد ليدي كل يوم أجي على الحنة وأشوفكو بس أنت تعرف مشاغلي بعمان طيب تعال فوت جاي يلا تفضل يا دكتور يا ترفع سوي شاي للدكتور الشاي على الغاز وين حابس ما أنا شايفه عدك بيه هسه عيجي خير إن شاء الله ما هو مسوي له شغلة في عمان تخبث الخاطر لا ما هو مسوي شيء أنا صحيح جاي ودي أوصيه على بنت عمه سونيا يدير باله عليها بالجامعة سونيا بنت عمه وهو ولد عمها عجيب وش اللي صاير بالدنيا والله يا أخوي أبو غالب أنا كنت فاهم السالفة غلط ولما فكرت بيها لقيت إن أنا غلطان وجيت أعتذر منك ومن حابس بالذات معقول اللي حكي الدكتور جابر؟ وليه ما هو معقول؟ شلونك انت يا ترفة؟ نضل بخير هلا حي الله حي شلون فاتن وسونيا؟ الحمد لله بخير بسلموا عليك الله يسلمك
تدري يا ام غالب، من زمان وانا مشتاق لخبز الصاج. اوه ومن سمعك يا سق الله على خبز الصاج. الدكتور يفكر الحنة مثل ايام زمان، اليوم ما ناس يخبز على الصاج غير بالمناسبات. ايه الله عليك الدنيا. هاي سيارة عمك كان ابصر شو جايبه. ليه صار بينك وبين سونيا شيء؟ يا رجل ما صار اي شيء، ما حكيت معها. عاد وش خايف؟ فوت فوت. وين افوت؟ اذا ابوك لحاله مش قادرين عليه، هذا كيف بس اجتمع ابوك وعمك؟ لا لا يا حابس انا معك، لا تخاف فوت. على ضمانتك؟ على ضمانتي بس فوت. يما بورك شلبس الحنيني يا اختي، لا تزعليك. وش بينك وبين هالساعة اقدر اسبقها من تحتي؟ ما في شيء صدقني يابا، ما في شيء. قابلني بالطريق وكان يسني عن الجامعة كل يوم تقابل. وش بينك وبين هالساعة؟ امشي انقلع المال خصنتي يا اختي، يا بنت يا اختي نقعد عليك يا اختي. ما في شيء يابا صدقني يابا، ما راح اعيدها ما راح اعيدها. ما راح اعيدها ما راح اعيدها. في شيء بينك وبينه؟ احكي احكي، اخبرك القصة فاهمة؟ فاهمة. هذه الجامعة مثل ما وديتش عليها خليتش تقري فيها، اطلعش منها عارفة وين وديتش؟ اسرعش مع الجديعة فهمتي؟ يابا بس قل لي يابا كيف يعرف؟ صدقني اللي قالك كذاب. اخرج يا بنت، اللي قال لي اصدق منك واصدق اللي خلفك، اللي قال لي شافك وسمعك وبدعني وخبرني فهمتي؟ امشي قرعي امشي قرعي عرفتك. انا لحد هسه مش فاهمه اشي. لصانك مثل الشاه المحصبه، وش يفهمك انت ها؟ انت وش يفهمك؟ نيوف وش يفهمك؟ طول النهار ملزقه بوجه التلفزيون، هذا راح هذا قاعد تارك البنت دايره دايره على حال شعرها بحوالي الحنة، تقابل لي خميس الصاقط تسجل فطبل. روك روك يا رجال روك. وين اودي وجهي من الناس؟ يا فضي هدنا بين الناس يا نيوف، يا فضي هدنا بين الناس. خلينا اروح اشوف البنت. انقلعي قلعة تقلع تقلع البنت بعد. ول يا فضيحتك يا مقبل يا حسافة يا باي، لو يدرى الناس عني وين أودي حري؟ وين أوري وجهي من الناس؟ لكن بسيطة 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 يا خميس يا ولد بالسوارف، ولا غير تشلخ شلخك إلك يوم مني لقعدك بقعد أضيق من خرم الإبرة. بس يا عمي أنت تسببت الحابس مشكلة ما هي قليلة. غالب ما في داعي نقلب المواجهة، بعدين يا عمي ولا يهمك أنا فداك. اسمع يا دكتور، سونيا وفهمنا، لكن لا تقول يا دكتور إنها فاتن تحبنا بعد. فاتن قلبها طيب، لكن هذا طبعها ما تحب تختلط بحدا. خلاص يا حرمة، اللي وده يجي يا حياه الله، واللي ما وده بكيفه. وانت يا حابس بكرة تروح مع سونيا عالدار تتغدى معنا. غدا؟ لا لا خليها للظروف. ليه يا ولد؟ ودك ترفض عزيمة عمك؟ وبعد إذن أخوي ودي أتمشى بالأرض، زمان ما شفت الأرض، وش رأيكم ترافقونا بالسيارة؟ مثل ما ودك. آي يابا تيجي معنا؟ لا روح أنتم مع عمكم يا أولاد، أنا مشغول عندي شغلة. يلا بخاطركم. السلام. ترى يا ترفة أنا قلبي داقني من جابر وزيارته. هذه ما هي عوايده، أنا أعرفه زين.